اخر لفه؟ اخر لفه. لما تقولي السؤال الصعب على طول اخد حاجه من هنا على طول. براحتك. مش عايز تلف؟ لا عايز الف بس انا بقول لك عشان انت نفسك اخد حاجه من هنا. لا 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 لسه قدامنا حلقه طويله عريضه ما تقلقش. يا ترى برضو ايه دي؟ ايه بقول لك ايه اعتبرها لغه مش انت بتقولي براحتك. اخد او دي؟ ماشي يلا ماشي دي؟ يلا. الله لو كل الضيوف كده. رانيا قالت انها اتطلقت منك وهي لسه بتحبك، ليه بعدها ما رضيتش ترجع لك؟ ليه بقى؟ لا احنا الاثنين ما رضيناش. لا هي قالت ان انت حاولت وهي كانت رافضه تماما. لا احنا الاثنين ما رضيناش. هي يعني انا في اول الطلاق قلت لها ترياسي شويه وشوفي ايه الحكايه وبتاع. قالت لا انا عايزه اتصل. قلت لها اوكي. انفصلت وهي عندنا المأذون عياط وبكا ومش عارف ايه وبتاع، وبعد شويه كانت مش مبسوطه خالص، يعني مش مبسوطه الست طبيعه الست كده، يعني مش مبسوطه خالص لان طلعت من امان جامد قوي وما تستات عارفه يعني لما يكون راجل معقول طلعت من امان وحاجة كان مش بطاله، يعني احنا كنا عايشين عايشة ديسنت لايف يعني مش ف لما قبل شويه ناس كده اهوت يعني كانت متضايقه مش مبسوطه وحاولت ترجع تاني؟ لا مش حاولت يعني تحس ليه ما كملتوش صحاب زي انت وناديه الجندي؟ احنا اول لما اتطلقنا كنا اصحاب جدا 4 سنين، فهي في الجوازه الثانيه جالها واحد فهم، لان انا كنت فاهم الجوازه الاولى دي ايه بالظبط، يعني كانت زي ما هي بتحكي يعني كانت عمليه نصب دوليه. الثانيه برضو كانت يعني مش لطيفه قوي، فقال لك بعت كل اصحابها اللي حواليها اللي هم بيخافوا عليها وابتدى يلعب لعبته بقى بالكبيره لغايه لما هي قفشت الحكايه. يعني حاولت ترجع بعديها؟ معرفش بس انا عارف انها قفشت الحكايه، لان هي من اول التاني ده بقى ابتدينا المشاكل الجامده. هو طبعا اثر عليها وهي ما كانتش كده، يعني ما اعتقدش دي رانيا اللي انا عرفتها يعني، بس اثر عليها جامد قوي. يعني مثلا كان يبعت عنده ابن يبعت لبنتي صور مش لطيفه مش عارف ايه وهو بيضرب. انا عملت اتكلمت قلت له ليه بيبعت لبنتي كده يعني صور مش عارف ايه؟ قال لي بقول لك ايه اعمل اللي تعمله. هو ابني حر. رحت نازل رايح اسم الزمالك نقطه الجزيره ورحت عامل محضر والله العظيم يا اسم ال انا دخلت الاسم وخرجت لقيت مفيش حد في مصر بيتكلم غير عن الموضوع ده، فعمل له لوسه بقى فابتدت بقى المشاكل ده. بدأت المشاكل بس انا ما كنتش عايز كده والله العظيم، بس مفيش حد بيعرف يقرا ويكتب غير كده في الموضوع ده فضحته.